السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأول من الدورة التدريبية المتقدمة لبرنامج جلوبال مابر. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن طريقة تثبيت برنامج جلوبال مابر وكذلك عن طريقة تفعيله. وللحصول على البرنامج يمكن تنزيل الملف الخاص بالبرنامج من قناة التليجرام الخاصة بنا، والتي يمكنكم الوصول إليها عن طريق الرابط الموجود في التعليق المثبت أو في وصف القناة. بعد الحصول على برنامج جلوبال مابر، نلاحظ أن هذا الملف عبارة عن ملف مضغوط، لذلك يجب علينا أولا أن نقوم بفتح هذا الملف والحصول على الملف الأصلي للبرنامج. نلاحظ الآن ظهور نافذة جديدة عند فتح هذا الملف المضغوط. في هذه النافذة نلاحظ وجود العديد من الأدوات. نقوم بالبحث عن أداة الاستخراج الإكستراكت تول، وعند اختيار هذه الأداة تظهر نافذة أخرى. هذه النافذة يمكن من خلالها تحديد المكان الذي سيتم استخراج الملف الأصلي إليه. عند الضغط على OK نلاحظ ظهور الملف الأصلي للبرنامج في المكان الذي تم اختياره للحفظ، وهو أيضا مكان تواجد الملف المضغوط. بعد ذلك نقوم بفتح الملف الذي تم استخراجه، والذي نلاحظ أنه يحتوي على عددا من الملفات الفرعية الأخرى. نقوم الآن بفتح الملف Install. بعد ذلك نقوم بفتح هذا الملف، والذي هو عبارة عن الحزمة الخاصة بالبرنامج. عند النكر على حزمة البرنامج يبدأ تثبيت البرنامج، لذلك نلاحظ ظهور شريط التحميل، والذي قد يستغرق بضع ثواني فقط. بعد ذلك تظهر هذه النافذة الجديدة. نقوم بالضغط على Next، ثم نقوم بوضع العلامة صح وتحديد هذا الخيار، ثم نضغط مرة أخرى على Next. هنا قد يتأخر الأمر في الانتقال إلى النافذة التالية كما نلاحظ أمامنا الآن. وعند ظهور النافذة مرة أخرى نقوم بالضغط على Next، ثم نضغط على Next مرة أخرى. يقوم الآن البرنامج بتصدير بياناته إلى القرص المحلي C كما نلاحظ أمامنا. بعد ذلك تظهر هذه النافذة. نقوم بالضغط على Finish بعد أن نلاحظ أن خيار فتح البرنامج الآن مفعل. الآن يتم فتح البرنامج. كما نلاحظ ظهور علامة البرنامج في شريط المهام بالأسفل. نقوم الآن بفتح هذه العلامة الخاصة بالبرنامج، والتي تظهر لنا نافذة خاصة بتفعيل البرنامج. يظهر في هذه النافذة المعرف الخاص أو الرمز الخاص لتفعيل البرنامج. نقوم بنسخ هذا المعرف، ثم نغلق هذه النافذة بالضغط على X، ثم تظهر لنا نافذة أخرى، نضغط OK. ننتظر للحظات فقط، ثم يتم فتح البرنامج جلوبال مابر مباشرة في الشاشة الرئيسية للكمبيوتر. ولكن نلاحظ في شريط العنوان الخاص بالبرنامج وجود كلمة Unregistered، أي أن البرنامج لا يزال غير مفعل، لذلك نحتاج إلى تفعيله لكي نتمكن من الاستفادة من البرنامج بشكل أكبر وبطريقة أفضل. لذلك نقوم الآن بإغلاق البرنامج والعودة إلى الملف الأصلي للبرنامج. ومن أجل أن يصلك كل جديد ومفيد، اشترك في القناة وفعل زر التنبيه. نلاحظ أيضا في الملف الأصلي للبرنامج يوجد ملف باتش. نقوم بفتح هذا الملف الذي يحتوي على ملفين آخرين. عند فتح الملف الأول Global Mapper V18 نلاحظ ظهور ملف آخر. هذا الملف هو عبارة عن ملف الليسنس الخاص بالبرنامج، أي الملف الذي يحتوي على ترخيص جلوبال مابر. نقوم الآن بفتح هذا الملف باستخدام النوتباد، ثم نبدأ في عمل بعض التعديلات في بياناته. هذه البيانات التي أمامنا توجد فيها كلمة هوستد. أمام هذه الكلمة توجد مجموعة من الأرقام والرموز، والتي سوف نستبدلها بالمعرف الخاص للبرنامج. لذلك نقوم بتحديد هذه الأرقام والرموز، ثم نقوم بحذفها. بعد ذلك نقوم بنسخ المعرف الخاص أو الرمز الخاص للبرنامج الذي كنا قد قمنا بنسخه في وقت سابق من هذا الفيديو. نكمل هذه العملية بنفس الخطوات هنا
وبعد الانتهاء من هذه الخطوة نعود الآن إلى بداية الملف، ونأمل على استبدال تاريخ الملف 2019 بالتاريخ 2027، ثم نكمل في بقية الملف كما نلاحظ الآن. عند الانتهاء من هذه التغييرات نقوم بإغلاق هذا الملف، وعند إغلاقه نلاحظ أن هذه التغييرات التي قمنا بها لم تحفظ بعد، لذلك نضغط على كلمة سيف لحفظ هذه التغييرات. بعد حفظ الملف نقوم بنسخ هذه الملفات الثلاثة إلى الملف الخاص ببرنامج جلوبال مابر في القرص المحلي سي، وذلك كالآتي: أولا نذهب إلى هذا الكمبيوتر الشخصي، ثم نختار القرص المحلي سي، بعد ذلك نختار الملف Program Files والذي يوجد داخله ملف خاص ببرنامج جلوبال مابر. نقوم الآن بفتح هذا الملف، ومن ثم نقوم بلصق الملفات التي قمنا بنسخها. عند نسخ هذه الملفات تظهر هذه النافذة، نضغط متابعة، بعد ذلك متابعة، ثم متابعة مرة أخرى، بعد ذلك نذهب إلى هذه الملفات التي قمنا بنسخها ونفتح هذا الملف والذي يظهر لنا هذه النافذة. نقوم الآن بالضغط على أي رقم من لوحة المفاتيح لإغلاق هذه النافذة، بعد ذلك نقوم بتحديث هذه الصفحة، ثم بعد ذلك نبحث الآن داخل هذه الصفحة عن التطبيق من أجل أن نقوم بفتحه. وعند فتح البرنامج نلاحظ أن الكلمة الموجودة في شريط العنوان الخاص بالبرنامج هي الكلمة Registered، والتي تعني أن البرنامج أصبح الآن مفعل وجاهز للعمل عليه والاستفادة منه. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.